صراحة غادي تجاوبينا ولا غادي تحشمي؟ على حسب السؤال. بلا حشمة، شنو السبب اللي خلاك تزولي الصور ديالك مع عمر من الانستغرام؟ بريفي، شي حاجة علاقة ديالنا شخصية. واش ما كانش شي خلاف خلال هذيك الفترة؟ كان خلاف. بلا حشمة، كتغاري على عمر لطفي من المعجبات ديالو؟ لا، الغيرة من المعجبات لا، بالعكس حتى انا كنبغيهم. بلا حشمة، علاش كترفضي انتي وعمر تبينوا وجه الطفلة ديالكم؟ حيت ماشي من حقنا نبينوا الوجه واحد الطفلة اللي هي مازال ما قدرت تقرر في حياتها. شنو رأيك في اقتحام مجال التمثيل من قبل اليوتيوبرز وعارضات الأجزاء؟ انا ماشي ضد الفكره، لان ممكن يعني من بعد التحق ودير تكوين يعني من مورا الى نجحت في شي عمل، وإلا كانت عندها الموهبه اكيد مرحبا بكل فرح. وشحال من عارضه نجحت في التمثيل، وشحال من مغنيه نجحت في التمثيل، وشحال من مغني كان ناجح في التمثيل. دونك ما يمكنليش، بالعكس انا بكل فرح يعني الساحه متاحه للجميع. بلا حشمه، شحال نسبه النفاق في المجال الفني؟ على حسب. يعني من حتى العشرة شحال تقيمي هاد النفاق؟ ما نقدرش نقول. فوق خمسة؟ الله اعلم، على حسب، على حسب الاشخاص، ما نقدرش نعمم. فرح، شنو كتحبي كثر، السينما ولا التلفزيون؟ السينما. بلا حشمة، شنو الحاجة اللي ما كتعجبكش في راسك؟ ما كتعجبنيش النية ديالي والسذاجة ديالي والثقة في النفس بزاف، الثقة في الناس بزاف. صراحة تقدر تقول لنا شحال السن ديالك؟ لا. شحال نسبة الحشومية في الأجوبة ديالك من 1 حتى 10؟ نقدر نقول 8.